يا مساء الدراق على كل مشاهدينا الاعزاء. عاملين ايه يا مشاهدينا؟ وحشاني، وحشتوني قوي. بصوا بقى، احنا النهارده هنعمل فكره جديده في اللانش بوكس على دخله بقى الجامعات والمدارس والقصص بقى واللازي منه. هنعمله ساندوتش هو امريكي الجنسيه، ولكنه مكوناته مصريه 100% وموجوده في كل ثلاجاتنا. يعني انا بشوف ان هو على قد الايد قوي، يعني وانا عماله اقرا كده الانجريدينتس بتاعته هو على قد الايد جدا. هتعمله لنا بقى بالطريقه السهله البسيطه الشيف مي امين. اهلا 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 حبيبتي. ايه ده، احنا اخر جدا صدق احنا في الاوف، والله ما ركزت. انا مبسوطه جدا ان انا معاكي النهارده. طبعا ربنا يخليكي، البرنامج بتاعك الجميل ده بجد ربنا يخليكي، وبموت فيكي. تسلمي، كتر خير حضرتك. قولي لي النهارده ايه موضوع، هو اسمه السلوبي جوز او سلوبي جو؟ يعني ايه بقى موضوع هو لو هو اسمه كده؟ هو اسمه وواخد من حاجه جوسي كده شويه، اللي هو الساندوتش بيبقى عامه جوسي، ما بيبقاش اللي هو يعني مكوناته تبقى يعني ناشفة أو مكوناته ما بتبقاش كده طرية، لا إحنا بتبقى الموضوع بيبقى جوسي جدا معي. حلوة قوي. الساندوتش ده فكرته حلوة قوي. كل الأمهات بقى عمالين دلوقتي الجبنة الكريمي واللانش بوكس، هنعمل هنحط الجبنة الكريمي فيه وهنعمل مكونات وحاجات كده بسيطة، والعيل بيرجع باللانش بوكس تاني وفي الآخر بيرجع. طب ماشي، طب دلوقتي فكرة الولاد اللي هم يا جماعة في ثانوي أو في جامعة، هياخدوا إيه معاهم؟ إحنا عايزين بقى نفكر شوية بالموضوع. ففكرت الفكرة دي إن الساندوتش ده سهل جدا وبسيط وفي الآخر طعمه حلو قوي. احنا مكوناتنا إيه؟ مكوناتنا سهلة جدا وبسيطة، نص كيلو من اللحمة المفرومة، معانا زيت زيتون لو حابين، معانا كمان بصل متقطع برنواز وفلفل بقى ألوان، حبيت برضو أعلم القيمة الغذائية كمان طبعا. حلو قوي. وحطينا معاه كمان أو معانا معلقتين من صلصة الطماطم، جبنة شيدر، وكمان بابريكا، ملح وفلفل وتوم، وكمان معانا معلقة من الصويا صوص، وهناخد كمان معلقة من السكر عشان هو بيبقى مدي طعم شوية يعني سويت اند ساور. حلو. انا شايفة براون عش بني. ما انا يعني بما اني بقى البرنامج عشان الدايت بقى والفقرة الطبية، والله ولا دايت ولا حاجة، ده هما بيكبروا بخاطري. ايوه لما بيحبوا يروحوا عليا قلنا بقى ايه ويبسطوني يقولك احنا عاملين لك سلطه دايت. ايوه صح، جايبين لك فاكهه دايت. ما انا قلت بقى اروق عليك النهارده. الله ربنا يكبر بخاطرك يا رب. اول حاجه معانا ننزل باللحمه المفرومه، وهنا انا استخدمت زيت زيتون، ولو انت الماده الدهنيه عايزه تستغني عنها، لان اللحمه المفرومه بتبقى فيها ماده دهنيه شويه. هي هتتبهر وهي على النار؟ هنبهرها وكل حاجه على النار. انت عارفه احنا بنضحك على الولاد، مش اسلوبي جو ده الموضوع اصلا. الموضوع شفتي سندوتش اللحمه المتعصجه اللي احنا بناكله؟ أيوة هو أيوة ده شبهه. في ناس تقول لك ايه احنا هنبهروها. ايوه صح. ناس تقول لك مش عارف ايه هندلعوها. وناس تقول لك هنعصجوها. ايوه صح. ما تعصجونيش يا جماعه عشان انا ضغطي عالي وانا فاهم كفي. ايوه صح كده. اهم حاجه لما ننزل بس باللحمه تكون الطاسه بتاعتنا او الجريل سخنه معانا، عشان اللحمه ما تبتديش تنزلي في الميه بتاعتها. حلو قوي. والمسام بتاعتها تتقفل، فبالتالي تديني طعم حلو قوي. هنبهر بايه بقى؟ هنبهر بس لما اللحمه كلها كده تاخد لون معانا، هبتدي ان انا ابهر بقى على طول. حلو قوي. تيجي ناخد مي؟ تعال. ايه رايك؟ مي برضو؟ اوعي تكسري بخاطر مي، دي مي برضو زي حبيبتنا. ايوه. لا لا، مساء الفل يا ميوشه. ازيكم؟ عاملين ايه؟ كله زي العسل حبايبي. تسلم ايديكم بجد حبيبتي. قولي لي انت بتكلمينا منين الاول؟ انا بكلمكم من القاهره. من القاهره؟ اجدع. من انهي منطقه في القاهره بقى؟ معلش انا غلسه. من الشروق. اجدع ناس في الدنيا كلها. قولي لي ايه تجاربك مع التجارب بتاعتك مع اللانش بوكس؟ التجارب بتاعتي ان انا ولادي مش بيحبوا لا العيش الفينو ولا العيش العادي ولا العيش التورت. طب التورتية؟ عايزة بديل للعيش. طب التورتية؟ طيب والله هما بصي عندهم روتين شوية، ولادي واخدين على الحاجة اللي هما عارفينها بس مش بيحبوا يجربوا. اوكي. بيحبوا العيش مثلا زي الرقاق الطري ممكن؟ لا، ممكن يحبوه ناشف خالص زي الشيب. طب الجلاش ممكن نعملهم بالجلاش؟ يا شيخ تقيل قوي على الصبح ده. عايز بس هو عنده كام سنه؟ هتدخله الفرن. 5 و6 كده. 5 سنين و6 سنين هتجلشيهم على الصبح؟ هنحط بقى، ما احنا لازم ندلع الاولاد يا جماعه. بس مش ضروري، لازم نشوفهم بقى هم بيحبوا ايه. انا محتاجه اتدلع، انا هلحق. انا عايزه اللي يدلعني.
لا ما هو انت كأم بقى ما تنسي ان انت تتدلعي يا جماعه، احنا بقى كأمهات انسوا بقى ان احنا خلاص نتدلع، احنا دلوقتي عايشين لاولادنا كلها 50 سنه ونعيش لنفسنا. ايوه صح كده. ميوشه قولي لي انت ولادك بيميلوا اكتر للجانك فود والحاجات اللي هي السندوتشات؟ جدا جدا. طب ما لما هم بيحبوا الحاجه، طب ما الساندوتش ده هو اصل الحاجات دي. ايوه صح كده. مش عارفه ايه اللي بيحصل لهم والله. جربي بصي اعملوا لهم يوم على العشاء، ها تيستي كده، تيستي التيست تمام، لو عجبهم اعملوا لهم يوم في الفطار ولا حاجه. طب خلاص هجرب وهكلمكم اقول لكم ايه اللي حصل. ماشي، واحنا في انتظار مكالمتك في اي وقت. شرفتينا ونورتينا ميوشه. طبعا انا استنهزت الفرصه ان انت بتكلمي بقى ميوشه. ايوه يعني قلت استغل الوقت. انا وحطيت انا بحسدك على فصاحه لسانك. والله يعني قلت بقى يعني نستغل الوقت ان احنا نحط بقى البصل. حلو. انت حطيتي البصل بس لسه ما حطيتيش بهارات. اه حطيت بقى الفلفل الالوان كده عشان اعلي بقى من القيمه الغذائيه بقى كمان، يعني في ولاد كتير قوي ما بيحبوش الفلفل، لا هنحطه عشان طبعا قيمه غذائيه عاليه، فيتامين سي بقى ومضاد للاكسده وحاجه كده عظيمه يعني، وكمان لونه بيبقى اشكاله حلوه. لكن هو بيدي بهجه. اه الساندوتش الاصلي بيتعمل بالفلفل الرومي الاخضر. حلو قوي. بس انا قلت بقى ادلعهم شويه. والنبي الهي ربنا يعني يدلعك. يا زياد مساء الفل. زياد اه معاك يا هلا. ازيك يا زياد عامل ايه؟ الحمد لله تمام، انت اخبارك ايه؟ كله زي الفل. بتكلمنا منين؟ من الشرقيه. الشرقيه بتلعب حلو. ايه على وليه على عامل ايه؟ كله تمام؟ تمام الحمد لله. اهل الكرم كله اللي وقفتوا القطر واكلتوه. يا سلام انا الناس الجدعه دي. هل احنا لو جينا هتاكلونا يا زياد؟ تعالى انت بس واحنا جايين ناكل وجبه. اهلا بيك. قول لي بقى ايه تجربك مع اللانش بوكس؟ يعني كلمني شويه. انت من الناس اللي ممكن تاخد سندوتشات؟ انت الاول بتشتغل ولا بتدرس؟ لا بدرس. طب انت ممكن تاخد ساندوتش كده، بس انا عارفه طبعا انك مش تقدر تاكله وسط اصحابك في البرجوله بتاعت الجامعه، بس ممكن تاخد معاك ساندوتش وانت رايح الجامعه؟ هو ممكن، بس يعني اللي هو مثلا اللحوم ده صعب ان الواحد مثلا ياخد لحوم على الصبح كده. يعني انت زياد لما بتروح تجيب الكريب والشاورما بيبقى محشي ايه من مطاعم الجامعه بيبقى حلو؟ مش هيبقى فطار. لا مش فطار، ده غدا بقى. طب وبتفطر ايه؟ لا ما الفطار بقى بحاجات تانية خفيفة يعني. زي ممكن جبن. جبن عربات الفول اللي بتبقى قدام الجامعة عند العم عصام يعني. طب بقول لك ايه، طبعا احلى مساء على عم عصام، بس سؤال بقى، ايام المدرسة والدتك كانت بتعمل لك سندوتشات ايه؟ ايام المدرسة بصراحة؟ اه بصراحة كنتش برضه اخد سندوتشات. ومفيش جبنة بطماطم الحاجات اللي ترعرعنا عليها دي؟ لا ما كنتش بحب اخد الكلام ده خالص. ماشي. طب ممكن لو سمحت تشوف السلوبي جو ده علشان يمكن تحب الموضوع ان شاء الله. يمكن احنا حطينا زياد انت لسه موجود معانا؟ ماشي. شرفتنا ونورتنا. حطيتي ايه بقى؟ حطيت بقى صلصه طماطم معلقتين عشان يبقى لونها كده مدي شويه على اللون الاحمر، وفي نفس الوقت حطيت بقى معلقه من الصويا. حلو. تدي طعم حلو قوي. لو ما عنديش صويا ممكن احط بدلها دبس رمان برضو. حلو. ابدل برضو فيه بيبقى حلو قوي. وحطيت بقى بعد كده معلقه سكر، في معلقه سكر ما عنديش البديل بتاعها السكر البني، هو اصله بيتعمل بالسكر البني. يعني هو لازم ياخد التست بتاع السويت اند ساور كده، الحاجات اللي هي بتبقى حلوه وحادق. بعد كده بقى حطيت معلقه الصويا زي ما قلنا، وبعد كده بقى هنزل بالملح وفلفل بتوعي. هبتدي بقى يعني ابهر. هو بصي سندوتش سريع جدا ما بياخدش وقت خالص. وفي نفس الوقت لو انا يعني هقوم احضره هقدر احضره بكل سهوله. بس طبعا ما يتعملش بالليل بقى، هيجلد بقى والدهون بتاعه اللحمه. لا لا طبعا ما يتعملش بالليل، بس برضو الاكتر ان احنا طبعا مش هنقوم الصبح ناكل لحمه مفرومه يعني. او لحوم. احنا مثلا الولاد اللي هم بيقعدوا في المدارس وقت طويل اللي هي بتبقى فتره مثلا من بيقعدوا مثلا من الصبح لحد الساعه 5، ده بيتعمل بقى بياكلوه مثلا في وجبه الغداء بيبقى حلو جدا. لو ام طبعا عامله تقدر تحضره بكل سهوله لما ترجع، ما فيهوش اي مشكله. وينفع عشاء مش خفيف. يعني عشاء الناس ما بتعملش دايت يا جماعه يمتنعون. ايوه. اللي بيعملوا دايت هننزل بقى عليه دلوقتي بالجبنه الشيدر المبشوره، ودي بقى اختياري طبعا، بس عايزه اقول لكم بتديله بقى يعني دسمه بقى وطعم فظيع. ندى الفقره الجايه هتظبط لكم الرجيم والدايت صح؟ يعني يا ريت تكملوا معانا الفتره الجايه علشان
نحاول نعالج اللي حصل ده. ايوه كملوا الفقره الجايه، احنا جايبين لكم حل لطيف جدا، فمن فضلكم تابعونا. اهو هنقلب بقى كده مع الجبنه بقى، الجبنه بقى بتسيح وتبتدي بقى ايه تاخد بقى من طعم اللحمه كده، وبتبقى حاجه قمر قوي. طبعا احنا يعني جايبين بقى الفينو بتاعنا، نقدر نحطه في الكايزر، نقدر نحطه في العيش البني. طبعا ده فينو برضو بني ومعمول بالشوفان. بصوا اقدر برضو اعمل بيه لو انا بقى عايزه ايه، ان ربنا يسامحني يعني ان هو كفر عن سيئاتي. قال يعني الحشوه بنت حلال. ابتدي بقى احط بقى كده، هو ايه تحايل. وميزه الساندوتش ده ان هو بيبقى لازم كده يبقى مبقى مليان كده، وبص يعني متعمر كده اللي فيكوا هيلمس العيش البني. هحط السندوتش ده في عينه. الكلام هنا لاخواتي واصدقائي. أيوة. اللي موجودين معايا في الاستوديو. ومعانا بقى الفينو بتاعنا القمر ده، نبتدي بقى نحط كده فيه اهو. وحاجه بقى يعني بصي ريحته اصلا فظيعه فظيعه. والنبي حاجه حلوه قوي. أوه. والله يا جماعه الريحه وسهلة جامده جدا، ومش اخدتش مننا وقت، ونقدر نعمله في غدا في عشاء في احنا فطار. بقالنا تقريبا 10 دقايق تقريبا، مش مننا خالص وقت، ما خدش وقت خالص فعلا. هو بقول احنا خدنا وقت 10 دقايق بس. انت ايه رايك، كنت تاخدي سندوتشات معاكي المدرسه؟ تقولي ايه؟ تاخدي سندوتشات معاكي المدرسه ايام المدرسه؟ يعني وحيات من جمعنا من غير معايا. ايوه صح، انا خدت حمام قبل كده المدرسه. واو والله هذا حصل. ومدرسيني لو بيتفرجوا عليا دلوقتي هيقول لك ما بتكدبش. والله بالظبط، والله العظيم انا خدت حمام معايا وخدت محشي المدرسه. الله لا لا انا كنت طفله، ما ينفعش ابقى مقياس خالص. طب اكتر ساندوتش ما كنتيش بتحبيه ايه بقى مثلا؟ زي ايه يعني؟ انا عن نفسي البيض كنت بكرهه. يا اصعب ساندوتش كنت اخده. صعب قوي. لا انا كنت كمان ما بحبش الجبنه المطماطم. علشان كانت بتبقى مبربخه كده. كان الساندوتش بيبوش صح. كانت بتبقى مبربخه كده. احنا معانا لميا. يا لميا مساء العسل. ازيك يا ندى؟ ازيك يا لميا؟ عامله ما تقوليش يا استاذه. ازيك يا ندى؟ عامله ايه؟ ايه اخبارك؟ الحمد لله. والله اخبارك ايه؟ كله زي الفل. بتكلمينا منين؟ إيه؟ انا من القاهره لمياء. ماشي طب ماشي حاضر ماشي. كنت عايزه اسال حضرتك على حاجه. طبعا اسالي حضرتي على حاجتين. هو انا ممكن مثلا يعني انا ما بحبش اكل اللحمه على الصبح مثلا، يعني ممكن ابدل اللحمه بفراخ او باي حاجه ثانيه؟ طبعا هيبقى حلو قوي. شايفه ترد عليكي حالا. في اي اسئله اخرى؟ لا شكرا يا حبيبتي، لا انا متابعاك والله. مزاجك زي السكر. احنا صحيح ينفع نبدل موضوع اللحمه بالفراخ؟ فراخ قطع فراخ، ولو يا سلام بقى صدور تبقى تحفه جدا. اصل برضو الفراخ اخف من اللحمه على الصبح. طبعا. يعني الفراخ اخف من اللحمه. يعني بنقول الساندوتش ده لو اتاكل مثلا الساعه 2 كده هيبقى حاجه حلوه يعني. ولو اتاكل 12 مش هيقول لا. مش هيقول لا صح كده. المهم لما يتاكل نتحرك. صح مش كده ولا ايه؟ طبعا اهم حاجه الحركه. الحركه بقى جايبه لنا اورنج جوس. يعني احنا بقى قلنا ندلعهم بقى يعني. لازم ندلع الولاد كده. ايوه. وصوص الجبنه طبعا. ايه ده؟ وده صوص جبنه؟ ايه رايك بقى؟ نوريني شو. ايه رايك نحط على ده صوص جبنه ولا كفايه الشيدر اللي فيه؟ حطي واحده عشان على واحد بس عشان الدايت. طبعا الماسترد والكاتشب ده حلال عليكم. انما السندوتش والشيء والبطاطس المقرمشه دي حرام عليه. ايه حلال عليكم، لكن النصين دول حلال عليا. نقدر بقى نحط كاتشب، نحط بقى مايونيز كده من فوق، ندلع بقى شويه بقى والله نستغفر ربنا بعد كده. والواناته حلوه وسهل تحضر في سيكا لاسيكا يعني والحاجات. وريحته يا جماعه ريحته حلوه جدا، ريحته حلوه جدا حبيبتي. وعصير بقى عشان ايه ندلعهم بقى. ايوه صح. طب انت قولي لي موضوع العصير ده ايه بدايله؟ يعني ممكن العيل الصبح ياخد عصير ايه غير البرتقال لو ما بيحبوش البرتقال؟ عصير كيوي. ممكن نعمل اي عصير، اي فاكهه موجوده عندي اقدر ان انا اعملها. ايه تحضيره سهل؟ الكيوي حلوه، بضربها في الخلاط على طول واعلي من القيمه الغذائيه، وممكن احط كوبايه زبادي معاها. بتبقى حلوه قوي وبيبقى طعمها حلو. احط بقى كده عليها بدل السكر الابيض احط عليها معلقه عسل، تبقى تحفه. في بعض المدارس بتشترط ان اللانش بوكس يبقى فيها حاجات معينه. يقول لك عايزين تفاحه، عايزين مش عارف ساندوتش ايه، وبيوحدوا الحاجات دي عشان العيال ما تبصش لبعضها. وده صح.
دي حاجة كويسة. انت ليكي تجربة في الموضوع ده؟ اه ما يعني كلنا لنا تجارب في الموضوع ده، ان طبعا ما ينفعش انا اروح المدرسة بقى معايا تفاحة وزمايلي يعني مثلا ما معهمش، فالموضوع بيبقى فيها احراج شوية او بيبصوا لبعض، فدي حاجة يعني طبقية شوية مش كده؟ صح كده. فلا يعني انا مثلا لو في المدرسة وموحدين الموضوع كله ده بيبقى احسن، يعني موحدين الاكل عامة ده بيبقى احسن. طب قولي لي موضوع، انا عايز اسالك على حاجة بقى بره موضوع الحرق، السلطات. لو انا مثلا فتاة عاملة زي ما انت شايفة كده، أيوة. وفي نفس الوقت عاملة دايت، يعني انا بعمل واخده بالك، قولي لي بقى عايزة اخد سلطة احضرها الصبح في 3 دقايق، وما تقوليش سلطة خضراء. لا مش في سلطات كتيرة. ايه بقى؟ في، هو بصي بتختلف من الدريسنج بتاعها، يعني في السلطة الخضراء ممكن اختلاف الدريسنج بتاعها ده بيدي طعم حلو. في السيزر سلط ممكن نحط كده كابوتشا، نحط عليها صدور فراخ اكون شوياها بتتبيلة كده كويسة، بكون متبلة الفراخ. هي اهم حاجة فكرة الاكل عامة هو التتبيلة دي، اهم حاجة فكرة ان انا بتبل الحاجة صح، بعمل الدريسنج حلو قوي، هو اللي بيديها الطعم. هو اللي بيديها الطعم. فكرة السلطة الخضراء احنا كرهناها بسبب الحاجات الاطعمة اللي احنا بنحطها. أيوة عليها البق حفظها. خلاص. فالسلطات دي حاجة مهمة جدا طبعا، وحاجة حلوة حبيبة قلبي. شيف مي نورتينا وشرفتينا واكلتينا، وهنشوف هتشبعينا ولا مش هتشبعينا. نورتينا وشرفتينا. لحد هنا للأسف بتخلص فقرتنا، بس لسه الدكاترة على وصول. هنطلع فاصل سريع مريع ونرجع تاني، من فضلكم ما تروحوش في أي حتة. رجعنا من الفاصل، بس أنا لسه في الفاصل لأن أنا فقعت النص ساندوتش ده، فحاسة بتقل. هو فعلا لازم يتاكل على الساعة 12 كده. رجعنا ولسه مكملين معاكم فقرات برنامج مطبخ البلد، وبعد اللي احنا عملناه في الفقرة اللي فاتت، مضطرين او مش مضطرين، محتاجين جدا وفي اشد الحاجة، ويعني هنموت ونحرق اللي حصل ده، من نحرقه ونخلص منه. منورانا ومشرفانا بقى اللي هتعرفني ازاي احرق الحزن المغلي اللي انا اكلته ده، الدكتورة حنان الحسيني الصيدلانية. مساء الفل. اهلا بيكي يا ندى. عامله ايه؟ هلو هلو. كله حلو؟ الحمد لله كله زي الفل. انا حاسه دلوقتي بحجره هنا. عارفه الحجره؟ يا ترى الحجره دي تلين ازاي؟ هقول لك بقى، هي الحجره دي مشكلتها حاجه ان هي هتزود في الوزن، واحنا طبعا عايزين نبقى جسمنا حلو كده زي كندا. ما نفضلش على موضوع تزود في الوزن ده، ما تقوليهاش في وشي. حاضر. نفضل محتفظين طبعا بوزننا المثالي، الوزن المظبوط اللي احنا كلنا بندور عليه. فالحل هنا يا ندى في كورس السوبر سيليم، الكورس اللي محقق نجاح كبير جدا جدا في عالم التخسيس. ومش بس التخسيس، انا دايما بقول ان كورس سوبر سيليم كمان بيقدر يقوي جدا المناعه، عشان هو غني بالمعادن الفيتامينات ومضادات الأكسدة اللي بتقوي الجهاز المناعي. كمان بيقدر يعالج أنيميا نقص الحديد، بحيث الناس اللي عندها أنيميا أو الهيموجلوبين عندها قليل، بنقدر بكورس سوبر سيليم نعلي جدا الهيموجلوبين ونعالج الأنيميا. كمان كورس سوبر سيليم بيقدر يعالج طبعا تساقط الشعر، بيقدر يعالج طبعا الهالات السوداء والغمقان اللي بيبقى موجود في البشرة، لأن الكورس مدعم الحقيقة بمعادن وفيتامينات ومضادات أكسدة، قشور السيليم، القهوة الخضراء، الكروميوم، خلاصة التوت، مستخلص كمان الاناناس الطبيعي، الفانيليا، الحاجات دي كلها بتقدر ان هي تزود جدا من نعومه طبعا الشعر، وتزود كمان وتعالج مشاكل التساقط، وكمان مشاكل الجلد بقى بصفه عامه، هالات سوداء، بقع شمس، كلف، نمش، اكزيما، التجاعيد طبعا اكيد. طيب بيتكون من ايه؟ يعني بيتكون من كام منتج جوه الكورس؟ الحقيقة ان المنتج يعني هم 3 منتجات يا ندى. التلات منتجات هو كورس سوبر سيليم في الاساس، رقم 1 الحاجة الاساسية اللي بيعملها الكورس انه بيقدر يخسس من 10-15 كيلو في الشهر. اي حد يا ندى هيقدر انه ياخد الكورس ده بمنتهى السهولة، من غير ما يقلل في الاكل بتاعه، من غير ما يعمل حتى رياضة، بنقدر او مجهود بدني، يعني بنقدر ننزل مع الكورس من 10-15 كيلو في الشهر. الكورس بيتكون من كبسولات السوبر سيليم، كبسولات البيسلم، وكمان كريم شد الترهلات، والكريم اللي بيقدر يحرق الطبقة السطحية من الدهون تحت الجلد.
طيب الكريم ده او الكورس كله مش بس الكريم حاصل على تصريح وزاره الصحه؟ طبعا طبعا. بصي ما فيش اي حاجه, احنا كدكاتره دايما بيبقى في وشنا المنتجات, فلازم المنتجات بتاعتنا اللي احنا بنتكلم عليها تكون طبعا مرخصه من وزاره الصحه المصريه. اي حد بيقدر يستخدم المنتج امن تماما, ملوش اي اثار جانبيه, ملوش اي اضرار او مضاعفات. الرجاله والستات واطفال من سن 12 سنه يقدروا يستخدموا الكورس من غير اي مضاعفات. حلو, يعني عايز اعرف بقى مكونات اللي هو البيسل, البيسلم ولا بيسليم؟ هي كبسولات سوبر سيم, وفي كبسولات تانية اسمها البيسلم, وفي الكريم بتاع شد الترهلات. ايه موضوع البيسليم ده؟ بصي هو الكورس كله من اسمه كورس سوبر سيليم, تحته الكبسولات اللي هو البيسلم وكبسولات السوبر سيليم وكريم شد الترهلات. كبسولات البيسلم وكبسولات السوبر سيليم الاتنين فيهم مكون اساسي اللي تسمى الكورس على اسمه, اللي هو الياف السيليم او قشور السيليم, او بنسميه بالمنهج طب يعني لو حد بيتفرج عليا في المجال الطبي هيفهم اكتر, السيليوم هاسك. الحقيقه ان قشور السيليوم دي يا ندى موجوده, هي عباره عن الياف طبيعيه موجوده في الفاكهه بصفه عامه, بتبقى موجوده في اي فاكهه, في التفاح, في المانجا, في الخوخ, في البرقوق. قشور السيليوم بتقدر ان هي تنفش في المعده زي السفنجه كده, فبتزود جدا الاحساس بالشبع, بتسد كمان الشهيه, وكمان بتعلي جدا من معدل حرق الجسم للدهون. فعشان كده هي مكون اساسي موجود معانا في كبسولات البيسلم, وموجوده كمان في كبسولات السوبر سيليم, نوعين الكبسولات اللي موجوده في الكورس. بس مهم جدا علشان نزود يا ندى من القشور السيليم ونزود من الفعاليه بتاعتها ان احنا نشرب بعض الكبسولات سواء كانت البيسلم او كبسولات السوبر سيليم كوبايتين ميه كبار, لان الميه يا ندى هي اللي بتخلي السفنجه تنفش في المعده او قشور السيليم تنفش في المعده, فتزود الاحساس بالشبع وتحسسنا بالشبع لفتره اطول. طيب خلينا ناخد محمد. محمد صح, انا قلت الاسم صح؟ مساء الفل يا محمد. حميد دون, الو, مع حضرتك استاذ رنا. ازيك يا محمد, عامل ايه؟ الحمد لله. اخبار حضرتك ايه؟ اتفرج علينا منين؟ كويس الحمد لله. من سوهاج, اجدع ناس في الدنيا كلها. عندك اي سؤال لدكتور حنان؟ انا دلوقتي وزني 120 وطولي 171 كيلو 171 سم. اوكي, ف سني كمان مش كبير, صغير. هذا الكورس هيكون مناسب معايا ان هو يجيب نتيجه وقت قليل. اوكي, في اي امراض مزمنه او حاجه؟ لا اي حاجه, الحمد لله. الحمد لله, ربنا يديمها عليك. طيب حالا حالا دكتور حنان هترد عليك بالتفصيل. بصي يا ندى, طبعا هو عنده سمنه مفرطه, يعني وزن الزياده داخل او هو اوريدي في السمنه المفرطه, عايزين ان احنا نخليه يخس حوالي 50 كيلو. هنخسسه ازاي؟ عن طريق كبسولات او كورس عامه بتاع كورس سوبر سيليم. طبعا هياخد الكورس بالكامل لان دي سمنه مفرطه, فهياخد طبعا كبسولات السوبر سليم, كمان هياخد كبسولات البي سليم وكريم شد الترهلات. هيدهنه على المناطق اللي عنده فيها مشكله, اكيد هي عشان سمنه مفرطه, فتلاقي الجسم كله عنده في زياده في الوزن. الحقيقه هتلاقي في منطقه البطن, في الارداف, في الجناب, في اللغد, في تنيات الظهر. فيبتدي يدي الكريم يا ندى على كل حته فيها سمنه او تراكم دهون في الجسم, علشان نقدر نخسس الجسم ونخسس المناطق اللي فيها تراكم دهون, وفي نفس الوقت نقدر ان احنا نعالج السمنه سواء كانت بقى السمنه المفرطه او ان احنا السمنه اللي في الاماكن اللي مش عاجبانا. طيب احنا قلنا بيتكون من ايه بالظبط البي سليم؟ البي سليم بقى لا, نوع كبسولات السوبر السوبر سيليم ده اللي احنا اتكلمنا عليه. انا قلت لك السوبر سيليم والبي سليم الاثنين فيهم قشور السيليم. حلو. السوبر سيليم بقى ميزته انه فيه كمان قهوه خضراء من المكونات مع قشور السيليم. طبعا انت عارفه القهوه الخضراء ساحره يا ندى في التخسيس, ان القهوه الخضراء بتسد الشهيه وكمان بترفع معدل حرق الجسم بطريقه سحر. فدايما بقول اي حد زاد في الوزن 3 4 كيلو عايز ينزل على طول يلحق بكبسولات السوبر سيليم. القهوه الخضراء رهيبه, بتدي النشاط كمان عشان بالزبط. الناس اللي بتهبط في الدايت, صحيح, بتدي احساس فعلا بالنشاط, بندينا باور ان انا مش بس ان انا مش معنى يا ندى ان انا عامله دايت او ان انا باخد كورس تخسيس يبقى معناه ان انا هبقى كسلانه, مش هقدر, هفضل نايمه على طول, مش هقدر اقوم واعمل مجهود بدني. الكلام ده مش عندنا. احنا عندنا القهوه الخضراء من اكتر الحاجات اللي بتدي باور وقوه, يعني هتخسي وفي نفس الوقت انت نشيطه. كمان عندنا خلاصه الاناناس من اكتر الحاجات اللي بتزود جدا من معدل حرق الجسم للدهون, دي موجوده في كبسولات البيسلم. انزيم البرومالين كمان بيعمل
بتعمل على تنظيم حركة الأمعاء فتحس الدنيا يعني بيس وهادية كده، ما يبقاش فيه بقى ما يحصلش إمساك، ما يحصلش وجع في البطن، ما يحصلش المشاكل دي كلها. كمان عندنا من أكتر الحاجات اللي بتزود قوي الحرق الحقيقة الفانيليا. الفانيليا برضو موجودة في كبسولات البيسلم، وطبعا في كبسولات السوبر سيليم. دايما بقول قشور السيليم والقهوة الخضراء ومستخلص التوت الطبيعي. معلش سؤال، الفانيليا بتزود الحرق كله؟ هينزل تجيب آيس كريم دلوقتي؟ لا خلي بالك، وضحي علشان الحاجات اللي هي بتحمل دبل مينينج دي بتودينا في داهية. لا بصي، مستخلص الفانيليا الطبيعي اللي هي منها نكهة فانيليا ومنها ان فيها مش الفانيليا اللي بتبقى في الآيس كريم وفي الحاجات دي بتبقى فيها سكر. انا باخد الفانيليا اللي ما بيبقاش فيها اي سكريات، ببقى هدفي بس ان انا ادي طعم حلو للكبسولة، رقم اتنين انه ازود معدل الحرق بشكل طبيعي. فغير الحاجات اللي بيبقى فيها طبعا سكريات والكلام من ده. كمان عندها مستخلص التوت يا ندى، من اكتر الحاجات الموجودة في الكورس، بتقدر تزود معدل الحرق 4 مرات معدل الحرق الطبيعي. فتلاقي لو مثلا حد حرقه 5 مع مستخلص التوت الطبيعي يبقى حرقه 20. ليه؟ لانه بيزود معدل الحرق 4 أضعاف معدل الحرق الطبيعي. كل ده هيخسسني من 10 ل15 كيلو في الشهر يا ندى، من غير ما اقلل في اكلي، من غير ما اعمل رياضه، وده اللي احنا عايزين. طيب خلينا ناخد دعاء. مساء العصر يا دعاء. الحمد لله. يا جماعه ايه يا استاذه ندى، ازاي حضرتك يا استاذه، اخبارك ايه؟ الحمد لله. والله انا عندي مشكله كنت عايزه اعرضها على الدكتور حنان. طبعا اتفضلي. انا اخويا عنده 30 سنه ووزنه 110 وهو طوله 170. هل الكورس ده لو اخده هيكون له اضرار سلبيه عليه؟ اطلاقا اطلاقا. انا عايزه اقول لك ماشي، اسمها ايه؟ الاسم تاني دعاء. دعاء اطلاقا يا دعاء، اخوك هياخد الكورس بمنتهى الامان، بمنتهى الفعاليه، هيقدر يخس في الشهر من 10 ل15 كيلو. حالات كتير عندنا بتخس معانا 30 40 50 لحد وانت طالعه 60 و70 كيلو. بتاخدي معانا كورس سوبر سيليم، الكورس الساحر في تدويب الدهون، الكورس الساحر في ان هو هيقدر يوصل اخوك للوزن المثالي في اقل وقت وباقل مجهود. والنهارده يا دعاء انت من سعداء الحظ معانا يا ندى، لان احنا عاملين خصم هايل 50% على الكورس بكل مكوناته، 50% على كبسولات السوبر سيليم، 50% على كبسولات البيسلم، وكمان 50% على كريم شد الترهلات، ومعانا كمان هديتين مش هدية واحدة على الكورس، وهو كريم ترطيب الوجه، وكمان كريم التخلص من التهاب المفاصل وألام العظام وألام المفاصل. دول هديتين على الكورس. طيب ليه أشتري الكورس ده بالذات؟ رغم ان في كورسز كتير بتتباع على سوشيال ميديا وطول الوقت، وفي برامج برضو بتروج لمنتجات، وقد يكونوا صح وقد يكونوا غلط، ليه اروح على طول للسوبر سيليم؟ اشمعنى؟ هقول لك ليه. لان احنا طبعا الكورس بتاعنا يا ندى فيه 3 منتجات مش منتج واحد. دايما عاده لو في اي مثلا كبسولات او اي منتج تخسيس بيبقى عاده بيبقى منتج واحد بتاخديه وخلاص، ويا تخسي عليه ما تخسيش. لكن الكورس بتاعنا كورس السوبر سيليم فيه يا ندى 3 منتجات مش منتج واحد ولا 2. فلو منتج واحد ما اشتغلش على الحاله، التاني هيشتغل، التالت هيشتغل. الهدف كله ان انا بحصن الجسم بطرق مختلفه، ان انا اخسسه واوصله للوزن المثالي. فعندنا كبسولات السوبر سيليم، عندنا كبسولات البيسلم، وكريم شد الترهلات. دول التلاته موجودين مع كورس سوبر سيليم، هيقدر يخسس بمنتهى الامان والفعاليه. رقم 2 ان احنا مميزين طبعا عن اي كمان كورس تخسيس او اي منتج تخسيس تاني، ان المنتجات بتاعتنا كلها يا ندى مترخصه من وزارة الصحة المصرية. والهدايا بالظبط كده، لسه هقولك عاملين كمان ده تاني حاجة، ان احنا مترخصين كلها بالهدايا من وزارة الصحة المصرية. رقم 3 ودي الاهم، ان احنا عاملين خصم 50%. يعني اي حد هيتصل بينا على الارقام اللي ظهر قدامكم على الشاشة هياخد الكورس عليه خصم، او هياخد نص سعر الكورس الاساسي. لو الكورس ب10 هياخده ب5، لان احنا عاملين خصم 50% على كل المنتجات، بالاضافة ان في هديتين كمان على الكورس. وكمان في نقطة بتميز جدا كورس سوبر سيليم عن اي كورس تخسيس تاني، انه في متابعه مع الفريق الطبي او دكاتره الفريق الطبي الخاصه بكورس سوبر سيليم. فاي حد بيكلمني، اي حد بيتفرج علينا دلوقتي وعايز يخس، عايز يقوي المناعه، عايز يحسن جدا من صحه شعره وبشرته، وكمان يحل مشاكل العظم بتاعه، يتصل على الارقام اللي ظاهره قدامكم على الشاشه. هيرد عليكم دكاتره الفريق الطبي يا ندى، دكتور او دكتوره من الفريق الطبي لكورس سوبر سيليم. هياخدوا كل البيانات كامله لاي حاله عايزه تخس معانا من 10 ل 15 كيلو في الشهر، عايزه تخسي 30 كيلو بتاخد كورس شهرين، عايزه تخس 40 كيلو بتاخد كورس 3 شهور او 4 شهور. وكمان صفحتنا صفحه الفيسبوك اللي موجوده دلوقتي على الشاشه، يقدروا كمان يا ندى يطلبوا من خلالها الكورس.
طيب اصحاب الامراض المزمنه بقى القلب والضغط والسكر النهارده الامراض المزمنه احنا انا مش بنتكلم بس عن امهاتنا او ابهاتنا او كبار السن بشكل عام احنا دلوقتي بنتكلم عن في شباب بالمناسبه عندهم قلب وعندهم ضغط وعندهم يعني ربنا يحفظنا يا رب ويحفظ كل السامعين ازاي يقدروا يستفيدوا من كورس سوبر سيريوم وفي نفس الوقت ما يحصلش معاهم اي مضاعفات او ان الكورس يتعارض مع الادويه اللي هم ماشيين عليها اطلاقا يا ندى الكورس لا يتعارض ابدا مع اي ادويه ثانيه سواء كان ادويه سكر أدوية ضغط أدوية عظم أدوية حتى مسكنات أي حد بياخد أدوية هرمون سيروكسين لو حد عنده خمول الغدة الدرقية فأي حد بياخد أي علاجات لأي مرض بيقدر أنه بياخد كورس سوبر سيريم بمنتهى الأمان بمنتهى الفعالية ملوش أي أثار جانبية ملوش مضاعفات حتى الأطفال كمان بنقدر نديها الكورس بمنتهى الأمان من سن كام تقريبا؟ من سن 12 سنة يعني احنا بنقول بلاش من قبل 12 سنه لان الطفل من قبل 12 سنه ما بيبقاش مميز قوي في جزء كبير مش هيقدر ياخد كبسولات دي رقم واحد رقم اتنين انه الكورس فيه قهوه خضراء فممكن يدي شويه باور او اكتيفيتي او نشاط لبعض الاطفال اللي هم تحت 12 سنه والاهالي ما بتبقاش عايزه الاطفال يبقى ليها اكتف قوي كده يعني زي الفل خلينا ناخد خالد مساء العسل يا خالد الو الو سامعني عليكم السلام علي سامع حضرتك لو سمحتوا دلوقتي بس اسال الدكتور بس السؤال اتفضل اهلا يا خالد اتفضل ازي حضرتك يا دكتور عامل ايه الحمد لله كله زي الفل انت كويس انا كويس الحمد لله قول لي اتفضل كنت عايز بس اسال حضرتك دلوقتي انا طولي 175 ووزني 105 تمام فكنت عايز اعرف مثلا الكورس لو اخدته هبدا الاحظ نتيجه مثلا بعد مده قد ايه مثلا اسبوعين او ثلاثه انت المده مثلا المحتمله ان انا الاحظ الوزن تمام انت محتاج طبعا تنزل 30 كيلو تقريبا يا خالد طبعا هتاخد كورس سوبر سيليم لمده شهرين متواصل في الشهر هتخس ان شاء الله 15 كيلو معانا انصحك طبعا تاخد كبسولات السوبر سيليم من اكتر الحاجات اللي هتجيب معاك نتيجه هايله هتزود معاك حرق الجسم جدا بطريقه طبيعيه امنه وده اللي احنا عايزينه معاك زائد ان قشور السيليم اللي موجوده في كبسولات السوبر سيليم وكمان كبسولات البيسلم هتسد معاك الشهيه بشكل كبير هتزود معاك الاحساس بالشبع فمش هتاكل فبالتالي الجسم علشان يعمل طاقه فيبتدي يحرق من الدهون اللي موجوده في الجسم اللي متخزنه في الجسم فهتخس على طول هتاخد كورس شهرين هياخد كبسولات السوبر سيليم يا ندى والسوبر سيليم وكمان كبسولات البيسلم واكيد كريم شد الترهلات هيدهنه بقى على اي منطقه عنده فيها سمنه خالد شرفتنا ونورتنا طب عايز اعرف حاجه الناس اكيد بيكلمكم ناس تقول لك ايه عندي فرح عندي مش عارف ايه الناس اللي هي مصعبه الدنيا على نفسها دي أيوة. وعايزه مثلا تخس في شهر تقول لك انا شهر عايزه ابقى ان شيب في شهر أيوة. الناس دي ممكن تستفاد ازاي او بتتعاملوا اوريدي معاهم ازاي عشان نشيل من دماغهم على الاقل فكره انه ما تحطش لنفسك وقت علشان ما يجيلكش اكتئاب ايوه صحيح بتعملوا ايه يعني ايه البروتوكول التعامل حتى النفسي معاهم بتنصحوهم ببعض المنتجات من الكورس ولا بياخدوا الكورس كله لا بياخدوا الكورس طبعا كله يا ندى لان ده بنسميه الكورس السريع لانقاص الوزن لو مثلا عروسه فرحها قرب لو في واحد عنده مقابله شغل عايز ينزل 15 20 30 كيلو مثلا في وقت قريب عشان الشهر الجاي عنده مثلا مقابله شغل حد عنده مثلا مناسبه معزوم على فرح معزوم على خطوبه وعايز يبقى شكله كويس او بيتقدم طبعا لعروسه في ناس كتير برده رجال وسيدات الحقيقه بيكلمونا انه مثلا في زي مقابله بنسميه جواز الصالونات لواحده او لواحد عسل. فعايز شكله يخس عسل ماله جواز الصالونات بسكر بسكر طبعا فطبعا بنقول لهم اكيد الف مبروك مقدما رقم اتنين بقى ان احنا بننصحهم بالكورس السريع لانقاص الوزن الكورس السريع لانقاص الوزن بنقول له اول ما يصحى الصبح الروتين اليومي بقى اللي بيعمله لمده شهر كامل عشان ينزل الوزن الزياده اللي عنده اول حاجه يصحى الصبح بياخد كوبايه عسل بليمون عشان نزود شويه معدل حرق الجسم للدهون بعدها بيفطر الفطار بتاعه بنحاول بقدر الامكان نقلل من الاكل ما بنمنعش اكل اطلاقا بياكل عيش بياكل جبن بياكل كل الحاجات اللي هو عايزها لو في لحوم مصنعه او بيض اي حاجه يعني بياكل زي ما هو عايز بس بيقلل شويه من الكميات في الفطار الصبح بعدها على طول بنديله كبسولات السوبر سيليم كبسولات السوبر سيليم بننصحه بعد الفطار بساعه بياخدها ليه اخترت بعد الفطار يا ندى علشان احسسه بالشبع فتره اطول عشان يبقى في مسافه ما بين الفطار والغدا اللي متاخر يبتدي يحرق منها الدهون الموجود هيحس بالشبع لفتره طويله عشان قشور السيليم الموجوده في كبسولات السوبر سيليم بس بنصحه طبعا بعد الكبسولات ما ياخد بعد الفطار بساعه بياخد كبسوله من كبسولات
كبسولات السوبر سيليوم وبعدها كوبايتين ميه علشان قشور السيليوم تنفش في المعده بفعل الميه ويبتدي يحس بقى بالشبع لفتره طويله. بعدها قبل الغداء بقى بنص ساعه ببتدي اخد كبسولات البي سليم. ليه بختار البي سليم قبل الغداء؟ علشان هيحسسني بالشبع. الغداء بتبقى وجبه دسمه، وجبه مليانه دهون ونشويات ورز ومكرونه وفراخ او لحمه وات ايفر، فاحنا محتاجين هنا يا ندى ان احنا نشبعه قبل ما يتغدى. فبندي كبسولات البي سليم قبل الغدا بنص ساعه، هتنفش في المعده قشور السيليوم فتحسسه بالشبع، فالكميه تلقائي اللي بياكلها في الغدا هتقل. طبعا في الاخر بننصح انه قبل النوم بيدهن كريم حرق الدهون وشد الترهلات على المناطق اللي عايزه تتحرق فيها الدهون وتشد الجلد. طيب مبدئيا كده احنا نقدر نطلب ازاي المنتج ده؟ اي حد بقى بيتفرج علينا يا ندى عايز يخسس نفسه من غير مجهود، عايز يخسس نفسه بمنتجات مترخصه من وزاره الصحه المصريه ملهاش اي اثار جانبيه، يتصل على الارقام اللي ظاهره قدامهم على الشاشه. دي ارقام دكاتره الفريق الطبي، دي صفحه الفيسبوك. ودي صفحه الفيسبوك، دي طبعا الارقام او صفحه الفيسبوك هيرد عليهم دكاتره الفريق الطبي الخاص بكورس سوبر سيليوم اللي هينصحوا اللي هيدوله ويرشحوله الكورس المناسب ليه بعد ما يعرفوا طبعا بياناته كامله، السن الوزن الطول ولو في اي ادويه بياخدها، وبيدوله الكورس المناسب ليه. الكورس بالهدايا عباره عن ايه؟ الكورس كامل بالهدايا عباره عن ايه؟ الكورس عباره عن كورس السوبر سيليوم، عباره عن كبسولات السوبر سيليوم دي رقم واحد، عليها النهارده خصم 50%. كمان كبسولات البي سليم عليها خصم 50%، وكريم شد الترهلات برضو عليه خصم 50%، والهدايا بقى كريم ترطيب الوجه وكمان كريم العظام او التهاب المفاصل. زي الفل، خلينا نشوف شويه صور كده تحمسنا. يلا بينا. دي كانت حالة من أنجح الحالات مع كورس سوبر سيليوم يا ندى. دي قدرت الحالة دي إن هي تنزل 30 كيلو في حوالي شهرين ونص، فكنا بنتكلم إن هي تقريبا نزلت 12 كيلو في الشهر زي ما أنت شايفة كده. الفرق طبعا فرق خطير، فرق في الأرداف في البطن في الجسم ككل يعني. فكانت برضو من أنجح حالات كورس سوبر سيليوم، كانت بتاخد كبسولات السوبر سيليوم وكبسولات البي سليم وطبعا كريم شد الترهلات. دي برضو حالة من الحالات الخطيرة مع الكورس، برضو خدت كورس السوبر سيليوم، كانت بتاخد كبسولات البي سليم وكبسولات السوبر سيليوم مع كريم شد الترهلات، قدرت تنزل 30 كيلو في حوالي 3 شهور بمعدل كل شهر 10 كيلو. ودي برضو حالة رجل من طبعا الحالات المميزة جدا. ده كان عنده مشكلة بقى ندى. ليه بقى؟ لأنه كان بيأكل حلويات كتير قوي، فكان طول الوقت بيأكل حلويات، طول الوقت بيأكل سكريات، ما كانش بيقدر يمنع نفسه. فطبعا مع كبسولات البي سليم قدر ينزل في الوزن، قدر كمان مع كبسولات السوبر سيليوم أنه ينزل حوالي 28 كيلو، بنتكلم في شهرين وثلاث أسابيع. وده برضو ده عايز اقولك تعمد يلبس نفس اللبس عشان يورينا بعد ما خس بقى شكله عامل ازاي. كلنا عندنا الصور اللي هي قبل وبعد، قبل وبعد، اللي هو تفرحي بنفسك تلبسي اللبس القديم عشان تشوفي بقى الانجاز اللي انت حققتي. ده نزل تقريبا 22 كيلو، بنتكلم في شهرين واسبوع. كانت برضو من الحالات الناجحة. دي برضو كانت حالة من الحالات الجميلة الحقيقة، لان هي قدرت ان هي كانت بتقلل بس في اكلها شوية، قدرت تنزل حوالي 15 كيلو في شهر او 16 كيلو في شهر. طيب عايز اسال سؤال. كتير مننا لما بيفكر ان هو يعمل دايت مع نفسه من غير ما يروح لدكتور تغذيه مختص، تبص تلاقيه منع اكل تمام. صحيح. وانا سمعت وحضرتك صححي لي المعلومه دي، انك تمنعي اكل تماما ده هيعطل لك الحرق كتير، لان اوريدي المعده ما فيهاش حاجه تهضمها. احنا بالبلدي كده بنبقى عايزين المعده تشتغل عشان تحرق الموجود، وبالمره تلوش من اللي مش موجود فيها ومن المتراكم. فدي من الغلطات اللي بنقع فيها كتير. صح. فكره منع الاكل، بتتعاملوا ازاي مع موضوع منع الاكل ده؟ احنا عمرنا ما بنمنع اكل ابدا يا ندى، دايما بقول انه اي حد عايز يخس وبيمنع اكل ده بيبقى اسلوب ونظام غير صحي بالمره. ليه؟ لانه لما انت بتمنعي الاكل عن الجسم لفتره طويله، ممكن تخسي في الاول حبه حلوين، بتنزلي 10 مية. 15 كيلو الميه والاكل، وان انت بتنزلي دهون برضو. بس الفكره في حاجه، انه بعد مثلا مرور شهر شهرين بتلاقي نفسك الجسم عايز سكر، عايز نشويات، عايز، فبيفضل ياكل من غير حساب، فبنلاقي ان الوزن بيزيد بعد فتره يمكن اكتر من الوزن اللي كانت عايزه تخسه وهي لسه بتبدا دايت. فعشان كده احنا عندنا مفيش ابدا نظام، عشان كده الدايت ده ما بيكملش كتير ابدا. دايما بيحصل حاجه اسمها الانوريكزيا او الشراهه للطعام. فبتلاقي نفسك بتاكلي اكتر. فعشان كده احنا عايزين نخس بشكل صحي، ممكن ناخد شويه وقت، شهر شهرين ثلاثه، بس اخس باسلوب صحي، شعري يبقى حلو، بشرتي تبقى حلوه ما فيهاش تجاعيد، شكل جسمي حلو ومشدود ما يبقاش فيه مشاكل. طب الحوامل بقى،
او السيدات اللي هم ولدوا اه خلاص كانت حامل وولدت تقدر تستخدم الكورس ده بعد قد ايه من الولاده تقريبا؟ من بعد الولاده على طول، ما فيش اي مشكله. دايما بنقول انه الحامل بس علشان ما بتقدرش تستخدم كريم شد الترهلات لانه اوريدي بتبقى حامل فالبطن مشدوده، فبنستنى بعد الولاده على طول باي فتره، باي اسبوع اسبوعين شهر شهرين على حسب ما هي عايزه تخس. بعد الولاده مباشره بتقدر تستخدم كورس سوبر سيليم بمنتهى الامان، ما بيأثرش على الرضاعه اطلاقا اطلاقا، ما بيأثرش على اي حاجه وامن تماما، ملوش اي اثار جانبيه، اي حد يقدر يستخدمه بعد الولاده، بيخسس من 10 ل 15 كيلو في الشهر. عظيم. يبقى احنا لما هنطلب المنتج ده هناخد خصم 50%. ده الاول كم متصل؟ الاول 100 متصل. حلو قوي كده. يبقى الاول 100 متصل هياخد خصم 50% بالنسبه بالزبط. للتوصيل، التوصيل طبعا الشحن والتوصيل مجانا لاي محافظه داخل مصر، بالاضافه كمان يا ندى ان متابعه الفريق الطبي او دكاتره الفريق الطبي مع كورس سوبر سيليم واي حد اخذ الكورس، المتابعه مع الدكاتره متابعه مجانيه مره كل اسبوع، لازم يسالوا الحاله خست قد ايه في الاسبوع، محتاجه اي سؤال او عندها اي استفسار بخصوص الكورس اكيد بيجاوبوا عليه. خلي بالك احنا المعدل الطبيعي لنزول الوزن في خلال الاسبوع لاي حاله بتاخد الكورس بيبقى حوالي 4 كيلو او 3 كيلو ونص. لو اقل من كده بتبتدي الدكاتره تتواصل مع الحاله، ليه خست 2 كيلو بس او ليه خست كيلو بس، على اساس ان هي بتاخد طبعا بتطلب منها شويه تحاليل، ممكن نبعت منتجات كمان على البيت زياده علشان تقدر تزود نزول الوزن 4 كيلو زي ما احنا عايزين. دكتور حنان الحسيني شرفتيني ونورتيني. للاسف فخرتي ايه الفخره للاسف فخرتي مع دكتور حنان الحسيني خلصت. هنطلعوا فاصل سريع مريع ونرجعوا تاني من فضلكم، ما تروحوش في اي حته. رجعنا لكم ولسه مكملين معاكم فقرات برنامجنا برنامج مطبخ البلد. الصيف خلاص بيودع والخريف داخل بيهل علينا، ظروف المناعه بقى في موضوع تغيير الاجواء او تغيير الفصول، ايه اللي بيحصل في مناعتنا؟ ايه اللي بيحصل؟ بنحس طول الوقت ان احنا عندنا عدوى متكرره، ما بنلحقوش نفوق من البرد، نطلع من البرد وبعدين قبل ما نعرف ان هو برد اصلا يجي لنا الوهم بتاع انه ايه ده؟ كورونا؟ لا تكونش كورونا، ونبدا نسال اسئله من يعني غير منطقيه المفروض يجاوب عليها دكاتره، بس احنا احيانا كتير قوي بعضنا بيجتهد. يعني مشرفني ومنورني في الفقره دي دكتور مصطفى حامد، استشاري امراض الصدر والبطنه والمستشار الطبي لشركه AMD. ازيك يا دكتور ندى؟ هو عامل ايه؟ كله زي الفل الحمد لله يا رب دايما. المناعه ظروفها ايه في تغيير الفصول من الصيف للخريف او غيره؟ دي اهم حاجه المناعه. المناعه يمكن في ناس كتير جدا بتهمل النقطه دي، بس اللي عايزين نركز عليه ان احنا لو جينا حضرنا السنة اللي فاتت مثلا او اقرب حاجة لينا من تغيير الفصول، هنلاحظ ان احنا ابني او بنتي او اخويا او والدي بيحصل كالآتي: بيروح مدرسة او بتروح الجامعة او بيروح الجامعة، ايا كان اللي بيحصل ان انا الله ده انا بقيت ارشح اسبوع فيه او اسبوع ما فيش، ده في الكحة ماسكة فيا ومش راضية تسيبني بقى لها دلوقتي اسبوع او اسبوعين. طيب النقطة التانية، انا ابني بتجيله اللوز بصفة مستمرة، طب اعمل له عملية اللوز؟ شوف الكلمة بتقول اول ما يجي يدخل عليك. طيب يا دكتور انا كل ما بيعيا ما فيش اسبوع اسبوعين ويرجع تاني ابدا اقدم مضادات حيوية تاني. طيب ما احنا نمسك الموضوع من الاول ونقول ان اي حاجة محتاجة عشان تكبر لازم تنمو، ولازم نعرف ان هي بتتغذى بايه. من هنا نقطة كلمة الجهاز المناعي. الجهاز المناعي هو جهاز لأعضاء، لخلايا، لأنسجة، زي عيل صغير بربيه. اللي بيتربى صح على أسس الصح هيبقى ماسك نفسه، مفيش أنيميا، مفيش الكلام ده كله، ده أنا بتكلم على الشخص الطبيعي. هو زي كده جهاز المناعة. طب بيحتاج إيه؟ بيحتاج ثلاث حاجات. بنقول ثلاث حاجات ليه أكتر ثلاث حاجات؟ هو بيحتاج أربع خمس ست حاجات، لكن لما نقول ثلاثة مسؤولين عن 60-70% من نمو الجهاز المناعي، يبقى بقية الحاجات التانية لو جيت خدتها هتقدر تاخد تزود 10-20% كده انا خدت 90%. طيب ايه هي دي؟ اوميجا 3، فيتامين د، فيتامين الف. يبقى انا بتكلم على الكولوسيس. انا عايز الناس تبقى عارفه ان لما اجي اتكلم على اوميجا 3 وفيتامين د وفيتامين الف يبقى انا بتكلم على كولوسيس، لان الكولوسيس زيت كبد الحوت هو الوحيد اللي يحتوي على التلات فيتامينات دول. ولكن اي حاجه تانية، اي فيتامين تاني، بيبقى كل فيتامين منفصل لوحده، او ممكن اقدر اجمع حاجه زي فيتامين الف مع فيتامين د، لكن ما اقدرش اجمع معهم اوميجا 3. طيب فايده الكلام ده لايه؟ احنا اتفقنا نمو الجهاز المناعي. طب الكولوسيس هيفيدني في ايه في نقطه زي دي؟ انا اصبت زور التهاب،
اللوز زي ما بنقول زي جميع المرضى او اهل المرضى دايما يقول لك ده ابني جال اللوز. طيب يا ستي جال اللوز، طب ما بعد اسبوعين برضو جال اللوز تاني على حسب تقديرك وتشخيصك. طيب ليه هنا اصيب وليه هنا اصيب وليه بعد 10 مرات برضو هيصيب هيصاب؟ عشان حاجه واحده، جهاز المناعي نموه، يعني بتكلم على حاجه اسمها تي سيلز، بتكلم على حاجه اسمها كيلر سيلز. ايه هم دول؟ دول بنسميهم الهيستوري، التاريخ بتاعي. انا لو جسمي قدر ينتبه ان الميكروب ده جاله من اسبوع او اسبوعين، يبدا هيربي مناعه ضده، فبالتالي بدل ما المهاجمه تستمر وتوصل درجه التهاب وارتفاع درجه الحراره، يبقى هتقف عند حد معين والجسم هيقدر يسيطر على الوضع بدون تدخل خارجي من المضاد الحيوي. ودي نقطه مهمه جدا عايزين نقولها. كذلك برضو اللي عنده رشح، اللي عنده رشح يقول لك لا انا مرشح بس اسبوع اسبوعين وبتبدا تروح مني، ما انت برضو لازم تفكر ان الرشح المستمر هيعمل لك حساسيه على الصدر، وده اسهل طريق لوصول حساسيه الصدر. طب هل الكولوسيس هيفيدك في نقطه زي دي؟ اه هيفيدك. لما اقول ان في فيتامين د واقول ان في اوميجا 3، يبقى اذا اي التهاب هيبدا ينمو، هيبدا يقل بوجود الحاجات دي بنسب كويسه في جسمك. اي التهاب هيبدا ينزل على الجهاز التنفسي السفلي، حتى لو كان موجود في الجهاز التنفسي العلوي، ما يتطورش الوضع ان يوصل للجهاز التنفسي السفلي. ما تدخلش في حوار حساسيه، ما تدخلش في حوار عمليه. عشان كده دايما بقول لكل ام، مش معنى ابنك بيسخن او بمعنى صح زوره بيوجعه يبقى عنده اللوز. المنطقه دي فيها حاجات كتير تاني غير موضوع اللوز. فبالتالي اقدر اعرض ابني لخطر اللي هو اسمه عمليه. في حين ان الوقايه خير من العلاج طبعا، وهي اللي بتقوله دايما، بتقول انا عايزه حاجه مناعه تزود مناعتي. الكولوسيس قدامك يقدر يزود مناعتك، الاوميجا 3 فيتامين د فيتامين الف تقدر تزود مناعتك. طيب خلينا ننوه ان المنتج ده متوفر في كل الصيدليات في كل محافظات مصر، وكمان هو حاصل على تصريح وزاره الصحه. لو منتج كلوسيز بيامن لي 60% تقريبا من صحه الجهاز المناعي، ال 40% مفترض ان هم تغذيه سليمه. مظبوط. ايه الحاجات اللي المفروض ندخلها في اكل ولادنا وفي اكلنا في البيت عامه مع تغيير الفصول تعزز المناعه؟ شوفي، احنا عندنا الاكل الصحي كلمه هيلثي فود، يعني بمعنى صح اكل ما يبقاش ليه اثار جانبيه عليا حتى لو خدته على فتره طويله. احنا كلنا بناخد حاجه زي فيتامين سي، زي الزنك، زي الكلام ده كله، ولكن الكميات بتاعتنا مش بالكميه اللي محتاجها من اوميجا 3 وفيتامين د وفيتامين الف. يعني انا ممكن الاقي اقول انا عايز اوميجا 3 وليكن جرام ونص. طب انا هاكل كل في الاسبوع مره واحده اكله سمك، لا مش هتقضي. طب مرتين، لا مش هتقضي. ده انا محتاج جرام ونص في اليوم للشخص الادلت، بيوصل كمان لثلاثة جرام. طيب نيجي، انا ممكن اروح اخد اورنج جوس يجي لي منه فيتامين سي الكميه اللي محتاجها جسمي، مفيش مشكله. ممكن اخد اي حاجه تانية تحتوي على فيتامين سي تقدر تحتاجها جسمي، ولكن احنا بنركز ليه على الاوميجا 3 وفيتامين د وفيتامين الف؟ لان انا محتاج كميات كبيره ويوميه. فعشان اقول اقدر اوفرها في اكلي، عشان اقدر اقول اوفرها ان اقدر امتص عن طريق اشعه الشمس على جلدي ينتج فيتامين دي اللي محتاجه جسمي، لا انا بضحك على نفسي، لان انا ما بقعدش في الشمس فتره معينه باكسبوز، بعرض مثلا كميه كبيره من جسمي ليه في الشتاء بالذات. لا احنا كلنا بنكون متكتفين ولابسين جواكت ويوي، فبالتالي حتى الكميه اللي بتبقى معرضه من جلدنا لاشعه الشمس بقى قليله، فيتامين دي بدا يقع اكتر. حاجات زي كده. فيتامين الف المظلوم جدا معانا، وفيتامين الف ده بالذات يا جماعه ليه يعني قصص وحكايات رهيبه جدا للمناعه اللي هنقدر نتكلمها معاكي برضو في حلقات تانية، ولكن لا غنى عنه في تقويه جهاز المناعه وبالذات الاغشيه المخاطيه للجهاز التنفسي والجهاز الهضمي، اكتر اتنين مصاب بيهم. بيتاثروا. فكري بابنك لما بيجي يتعب بيتعب من ايه؟ بيكح، بيرشح، بيبقى عنده اسهال، مغص. يبقى اذا اهميه فيتامين الف واوميجا 3 وفيتامين د غير محدوده، وفوائد كتيره جدا بالنسبه لنا. ناس كتيره جدا ويفرج عليها تقول لك اوميجا 3 ده بتاع التركيز والتذكر ومش عارف ايه، طب ما ده موجود في السمك، طب ناكله بقى سمك مكاريل او ناخد حبوب زيت السمك، ايه الفرق ما بين ان انا اتناول حبوب زيت السمك اللي بتتباع لانها اوميجا 3 وما بين ان انا اخد
يعني أوميجا 3 من كبد الحوت بالتحديد؟ ده سؤال مهم جدا جدا على فكرة، ويمكن في ناس كتير ما تعرفش المعلومة دي. زيت السمك هو زيت يحتوي على أوميجا 3 فقط لا غير، ولكن اتفقنا عشان أقوي جهاز المناعة بتاعي أنا حوالي 60-70% أنا محتاج أوميجا 3 وفيتامين د وفيتامين ألف. تفكر معايا كده، انت حابب تعملها ان انا هاخد اوميجا 3 لوحده وفيتامين د لوحده وفيتامين ا لوحده، يبقى انا محتاج كبسوله من ده وكبسولتين من ده وكبسولتين من ده وكبسولتين من ده، انا دخلت في 6 كبسولات يومية. طيب دي نقطه. النقطه الثانيه ان الفيتامينز معظمها الموجود في الصيدليات هي فيتامينز علاجيه، يعني جرعه بتبقى عاليه لفتره معينه لحد ما جسمي يبدا يتظبط وبعد كده ببدا انقل على حاجه ثانيه. ولكن الكلوسيس في النقطه دي هو بيقول لك انا جرعه وقائيه، يعني بمعنى صح اخده واستمر عليه أوكي. طول عمري مش هيفرق معايا في حاجه لان مش هيصيب باي اثار جانبيه او الكلام ده كله. فدي نقطه مهمه جدا جدا، انا محتاج فيتامين الف ودال واوميجا 3 الى ما لا نهايه بقى، والغني جدا جدا اللي هو زيت كبد الحوت بموضوع الاوميجا 3 وفيتامين دال وفيتامين الف. لكن اي زيوت اسماك هي اوميجا 3 وبتختلف على حسب نوع السمك، خلي بالك يعني برضو شكل الحبايه شفتها من شويه، ممكن نجيب الصوره تاني من فضلكو. الحبايه شكلها يعني سيبك من شكلها حلو بس هي كمان من الحبايات اللي ممكن ما تضايقنيش في الهضم، يعني انا مثلا واحده مش اي حاجه اقدر ادخلها معدتي عشان انا مكممه، حبايه زي دي او الطفل الصغير صعب جدا انت تزحلق له الحبايه في بقه وهو بياكل ولا هو بيشرب، بتبقى صعبه جدا. فقول لي شويه ازاي اتعامل مع حبايه زي دي سهله، ازاي اقدر ادخلها لعيل صغير؟ طيب دي نقطة مهمة لأن دي أحد النقاط اللي ركزت عليها AMD في تصنيع الكولوسيس. إن معروف عن زيت كبد الحوت الكبسولة الصفراء الكبيرة اللي كله ممكن ينفر منها من حيث البلع، يعني بيبقى في صعوبة في البلع. لكن لما نقول إن كبسولة الكولوسيس صغيرة كبسولة جيلاتينية رخوة زي ما بيقولوا عليها سوفت، ناعمة جدا، فبالتالي طفل عمره 7 سنين يقدر يبلعها، فأنت عملتي تقدم رهيب جدا في النقطة اللي زي دي. لأن احنا محتاجين ان الكبسول الكلوسيز يقدر ياخده من سن سنة، من سن سنة لسبع سنين بياخد كبسولة واحدة في اليوم، ودي بنفضها له طبعا على أي حاجة بيحبها الطفل، أي حاجة أي أكل أو شرب يحبه الطفل. ولكن فوق 7 سنين هو بياخد كبسولتين في اليوم، لأن أنا محتاج الجرعة اليومية من فيتامين د وألف والأوميجا 3 بما يوازي كبسولتين في اليوم. فعايزين نقول ان النقطة دي مهمة قوي قوي، لان دي بتتقدم فيها شركة AMD عن بقية اي منتج تاني. دكتور مصطفى شرفتنا ونورتنا وقفتنا. اشكرك. لحد هنا للأسف بتخلص فقرتنا وبتخلص حلقتنا. باي باي يا زبيتي.